مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. حلقة جديدة النهاردة وبنتكلم في أولها عن الرياضة مع السوشيال ميديا أو اللعيبة والأخبار بتنطلق على السوشيال ميديا. حاجات كتيرة بتحصل على السوشيال ميديا في الوقت ده، والسوشيال ميديا بقت مستحوذة اهتمام ناس كتير جدا. بس في الرياضة حقيقة لازم يكون الرياضي بيركز في شغله زي ما الدكتور بيركز في شغله، زي المهندس ما بيركز في شغله، لأن فعلا الموضوع السوشيال ميديا أنت بتتخاطب مع العالم الوهمي. ممكن تكون عارف أصحابك، ممكن تكون عارف أصدقائك، ممكن تكون عارف ناس من الجماهير، بس اللعيب هنا بيركز مع ناس مختلفة شوية، بيركز في رأي، والرأي ده ممكن يكون رأي بينقد اللعيب أو رأي بيجي على اللعيب أو على مستوى اللعيب. لو اللعيب راح مع الكلام ده صدقوني بيروح في اتجاه تاني خالص، بيروح في اتجاه تاني ما تقدرش حتى المدرب داخل أرض الملعب يجيبه. المفروض زمان في وقت معين كان حاجات كتيرة، جرايد بتكتب بس، لكن دلوقتي كله بيكتب، بس كل اللي بيكتب بيكتب من وجهة نظره وما اداش عذر لأي حاجة للعيب، ولا أنه هو عنده مشاكل، ولا أنه هو جاي في طريق حصل مشكلة، ما فيش أي حاجة خالص. بيدي اللعيب دايما هو لازم يلعب في البرفورمانس بتاعته 100%، مع ان اللعيب في الاخر هو لعيب بني ادم عايش في الحياه داخل مصر عنده مشاكله، لكن هو بيحاول يمتع جماهيره بمكسبه. لعيب النادي الاهلي دايما في كل حياته الرياضيه عايز يكسب، لان هو ده اللي اتربى عليه داخل النادي الاهلي، او ده اللي اتربينا عليه كلنا داخل النادي الاهلي. عايز يكسب. النادي الاهلي بيعرف المركز الأول، ما يعرفش أي مركز غير المركز الأول. في الآخر لازم أقول لكل الناس كجمهور ولاعبين لازم نخف على السوشيال ميديا، بتدي سلبيات في وقت من الأوقات للعيبة. الجمهور يخف على اللعيبة، وفي نفس الوقت برضه اللعيب لا يتعامل مع السوشيال ميديا إن هي دي الحياة بالنسبة له، لكن لازم اللعيب يركز في الرياضة، يركز في التدريب، يركز جوه الملعب تركيز 100%. بكده نكون إدينا نبذة بس عن الجمهور واللعيبه لازم يتعاملوا ازاي مع بعض في الوقت الراهن، لان الوقت الراهن بيكون وقت كبير جدا، في ضغط جامد جدا على اللعيب ونفسيات اللعيب، واللعيب اللي ما يقدرش يستحمل السوشيال ميديا يقفل السوشيال ميديا. خلينا نخرج الفاصل وترجعوا لنا عشان نبدا اخبار النادي الاهلي. اهلا بينا، نبدا اخبار النادي الاهلي. اول خبر معانا كابتن دينا مشرف بطلتنا الكبيره، بتتوج ببطوله افريقيا. ما شاء الله دينا مشرف نجمتنا الكبيره المحترفه في نادي في المانيا لانجشتادت، بتكسب بطله نيجيريا في نهائي كان في تونس، كسبت 4-1، ما شاء الله عليها، كسبت بطوله افريقيا وتاهلت الى كاس العالم ان شاء الله باذن الله في تايلاند شهر 10 اللي جاي. نروح لأخبار كرة اليد بالنادي الأهلي، وكرة اليد في النادي الأهلي والفريق الأول بكرة عنده مباراة مهمة جدا مع نادي هليوبلس. الحسابات في دوري كرة اليد اختلفت مرة تانية، لأن نادي الزمالك خسر من نادي الجيش آخر مباراة. كنت قلت هنا النادي الأهلي بنلعب لغاية آخر نفس، بكده كل الجمهور قال إن كده الفرصة جت مرة تانية للاعيبة النادي الأهلي. ليه؟ لان الاهلي عنده 3 مباريات لغايه ما يوصل مباراه الزمالك، ان شاء الله باذن الله يفوز يروح للمباراه مع نادي الزمالك، يروح لهذه المباراه مع نادي الزمالك فيقدر يعدي هذه المقابله فنلعب مباراه فاصله. هي دي لعيبه النادي الاهلي، هو ده سمه او طابع النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده بكره مباراه مع نادي هليوبلس، مباراه مهمه، مباراه قويه، لان النادي الاهلي خسر في الدور الاول من نادي هليوبلس، كانت مباراة جامدة جدا. كان نجم اللقاء هادي رفعت اللي مصاب المرة دي، مصاب هادي رفعت عنده إصابة كبيرة جدا. طبعا هو كان نجم نادي الأهلي ونجم نادي هليوبلس، حارس مرمى كبير جدا ونجم منتخب مصر، واللي عنده إصابة في وتر أكيلس. آخر مباراة كان النادي الأهلي كسب النادي البنك الأهلي بنتيجة 31-26. الأهلي دلوقتي بيحتل المركز الثاني في الدوري، أكيد دي فرصة مهمة جدا لأولادنا إن هم يقدروا بإذن الله يعوضوا هذه المباريات. مباراة هليوبلس مباراة قوية جدا، لكن بينقصهم برضو أحمد هشام
احمد هشام اللي احترف في نادي نيم. لعيبه الاهلي جاهزه، لعيبه الاهلي ان شاء الله تكون مركزه، لكن مباراه مهمه، مباراه مش سهله للنادي الاهلي، عنده مباريات مهمه جدا النادي الاهلي مع هليوبلس ونادي الجيش عشان يوصل للمباراه الاخيره لنادي الزمالك. لكن ناخدها مباراه مباراه، بقول للعيبه كره اليد في النادي الاهلي ناخدها مباراه مباراه باذن الله عشان نقدر نوصل للتتويج باذن الله اذا كان ربنا رايد باذن الله. اكيد مهم جدا ان احنا برضو اكيد لازم نطمن على كابتن هادي رفعت، ان كابتن هادي رفعت كان حارس مرمى النادي الاهلي السابق وهو برضو نجم منتخب مصر، لازم نطمن عليه ونشوف اصابته وصلت لايه. كابتن هادي مساء الخير. الخير يا كابتن خالد، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك انت، احكي لنا. الف مليون سلام عليك. الله يسلمك يا كابتن خالد. والله يا كابتن خالد يعني هي اصابه بسيطه ان شاء الله. اكيد اصابه بسيطه، كلنا هو ده العادي، نلعب شويه اصابات شويه، لكن اكيد يا كابتن هادي نجم كبير زي حضرتك، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الاهلي السابق، واكيد النهارده نجم نادي هليوبلس، اكيد لازم نطمن عليك ونعرف اخبار اصابتك ايه وتر اكيلس ايه اللي حصل بالظبط، احكي لنا. والله يا كابتن خالد شكرا لحضرتك طبعا. انا كنت يوم السبت اللي فات كان عندي ماتش. تمام. بس كان يعني انا بتحرك، والله كانت حركه عاديه جدا كويس، اي مشكله بس كانت رجلي كده مسكت في الارض، كان رجلي يعني مسك في الارض وطرقع، فانا كنت فاكره كان سبرين انكل عادي جدا. بس لقيت يعني حطوا لي بقى بنج وثلج وحاجات كده وكملت لعب طبعا عادي، ودوست على رجلي عادي جدا وطلعت بره مش اي مشكله. وبقى لعجبني مشروعات بقى، لقيت ان شكل وتر الاكيلس شكله غريب شويه يعني مش هو ده اللي انا اعرفه يعني. بس طبعا اتصلت بدكتور محمد شوقي، كان دكتور المنتخب طبعا، وتواصلت معاه يعني على طول وبتاع، وكان هو يمكن حتى ما كانش متواجد يعني، فاتصلت بدكتور كريم عيد كويس، فرحت له على طول وهو كشف عليا كشف مبدئي كده يعني، فقال لي ان هو غالبا هيبقى في حاجه في وتر الاكيلس. وبعدين رحت عملت اشعه رنين واشعه سونار كده وتاكدت فعلا ان في قطع يعني فتره اكيلس في الرجل الشمال. الف مليون سلام عليك كابتن هادي. الله يسلمك. هنقعد قد ايه ونرجع تاني؟ والله يا دكتور قال لي ان احنا ان شاء الله هيبقى حوالي 6 اسابيع مش هقدر ابقى ادوس على رجلي خالص، وبعد كده 6 اسابيع كمان هبقى بدوس نص دوسه كده واحده واحده بالعكاز، وبعد كده هنبدا بقى تحقيق لمده شهرين، فان شاء الله يعني من 5 لـ6 شهور ان شاء الله ابقى موجود في الملعب تاني ان شاء الله. كابتن هادي اكيد الف مليون سلام عليك، بنتمنى لك فعلا ان ترجع بالملاعب سريعا، لان حضرتك يعني حصلت على بطولات كثيره جدا مع النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي السابقين، لكن نتمنى لك التوفيق والشفاء السريع باذن الله. الف سلام عليك كابتن هادي. اكيد اكيد هو ده تواصل النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي مع نجومنا اللي بيلعبوا في النادي وبره النادي، لازم نتواصل ولازم نطمن عليهم كلهم لان ده دورنا كقناه النادي الاهلي. هنسيب كره اليد رجال وهنروح لكره اليد سيدات وتغيير في المدير الفني. اكيد النهارده من خلال قناه الاهلي بنوجه شكر للكابتن ياسر صلاح، اكيد تعب حصل على بطولات ايا كان الموضوع، لكن في الاخر تولى المهمه كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى يوسف بدلا من الكابتن ياسر صلاح المدير الفني السابق، عنده ماتشات مهمه جدا في الوقت اللي جاي. الاهلي كان عنده مباراه مع نادي الشمس، بيستعد استعداد خاصه لمباراه نادي الشمس، لان نادي الشمس في المركز الاول برصيد 18 نقطه فارق عن النادي الاهلي اللي هو رصيده 16 نقطه. اكيد المباراه اللي جايه مباراه مهمه عشان لو الاهلي فاز يعتلي قمه الترتيب مره ثانيه، فاكيد دي مباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. المباراه دي هتكون على صاله الامير عبد الله الفيصل ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعه 4. نتمنى من نجمتنا وكابتن يحيى يوسف باذن الله المباراه باذن الله تكون تعدي نقدر نكسب، لان فعلا الدوري ده دوري مهم. الاهلي خسر منطقه القاهره قبل كده وخسر كاس مصر، لكن اكيد نجمتنا اللي عودونا على المكسب باذن الله يعودوا مره اخرى الى بطولات والى التتويجات باذن الله. خلينا نروح لتقرير مع كابتن يحيى يوسف وترجعوا لنا مرة تانية عشان نشوف قال ايه اول ما استلم المهمة وشايف المرحلة اللي جاية معاه باذن الله شكلها ازاي. بشكر مجلس الإدارة على الثقة وبشكر كابتن روف مدير النشاط الرياضي على الثقة اللي انا امسك في فريق سيران الاهلي كمدير فني في مرحلة حرجة جدا عمر النادي الاهلي وصل ليها. ما وصلش ليها ان عمر فريق النادي الاهلي سيدات ما خسر بالشكل ده او خسر كميه الماتشات دي في موسم واحد، فهم كلموني الحمد لله وانا وافقت ان انا الحمد لله بقبل التحدي
وازاي اقدر اراجع ان شاء الله ان شاء الله طبعا بفضل ربنا طبعا واللعبات والجهاز اللي معايا لانتصار النادي الاهلي تاني. مهمه صعبه اكيد، مهمه صعبه جدا 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 جدا. عندي ماتش مهم الخميس الجاي، السبت الجاي مع فريق الشمس، هو اول دوري احنا تاني دوري حاليا، فان شاء الله بنشتغل على الثلاث اربع ايام اللي فاضيين دولت على ازاي ان شاء الله نجتاز المرحله دي والماتش ده بالذات ونرجع تاني ان شاء الله على الترتيب اول ان شاء الله. اهم مرحله اللي انا بشتغل عليها دلوقتي هو العامل النفسي، اصلا ازاي اقدر اخرجهم من اللي هم فيه او الكبه اللي هم فيها. هم لاعبات جيدات جدا جدا جدا، هم ابطال المراحل السنين اللي فاتوا كلهم. نادي الاهلي من ساعه انا ما جيت الاهلي من اول الثمانينات هم اللي بيحرزوا الاربع بطولات سنويه. في دروب حصل السنه دي او فقط في كذا ماتش وبطولتين سكاي القاهره ولا كاس، لازم يتعمل عليها شغل نفسي في الثلاث اربع ايام الجايين اكتر ما هو فني كمان. ان العامل النفسي مهم جدا، لازم اخرجهم وكل ارجع لكل بنت ثقتها بنفسها وثقتها ان انت بتلعب في نادي الاهلي، نادي الاهلي نادي البطولات للمرحله دي كانت للسيدات. وقايل لهم ان احنا امبارح عملنا اجتماع وكان موجود الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره والكابتن رؤوف واعضاء مجلس اداره موجودين، ان لازم الفريق ده يرجع تاني ويفوق من الكبه اللي هو فيها. العامل النفسي مهم جدا ليكم، اتكلموا كده امبارح لازم ترجعوا امجاد النادي الاهلي تاني اللي هو من 30 35 سنه النادي الاهلي بيحرز البطولات. الحاله البدنيه بتاعتهم ما تقدرش تعمل بالحاله البدنيه قوي، ما عندكش الوقت الكافي ان انت تشتغل على الحاله البدنيه، انت بتشتغلها بمعايير معينه كده بحيث ان هي يخدم اللعبه. بس كنت تعمل حمل بدني ولا حاجه هتشتغله بالكوره عشان الكوره يبقى معاه طول الوقت ممكن. اما الفتره اللي بعد ان شاء الله نعدي الماتش الجاي ده، كل طبعا كل ماتش هناخده على حده، ان انا لسه جاي المفروض او ماسك، ما ينفعش ان انا اعمل فتره اعداد او الكلام ده كله، لا المفروض ان انا همشي باحمال معينه بعد كل ماتش. كان في راحه لازم يبقى الحمل الاقصى للاعبات بعد اول تمرين بالنسبه لهم، بحيث ان هم تمشي خطوه خطوه، وكمان نمشي ماتش ماتش بحيث ان فاضل لنا بعد ماتش المسابقه ده خمس ماتشات، ربنا يكرمنا السبت وخمس ماتشات نحصل على الدوري ان شاء الله. طبعا الارضيات، ارضيه الملعب، اي ارضيه ملعب لما تكون كويسه هي عامل نفسي كمان للعيب، هي عامل نفسي ان هو يكون بيتحرك ويعمل كل حاجه ما يخافش من الاصابات هذه كلها. طبعا الارضيه الجديده دي طبعا بنشكر النادي ان هو عملها في وقت كويس جدا، بحيث ان الحاله النفسيه للعيب والمزاجيه كمان بلونها بكل حاجه تدي له الثقه ان هو يلعب كمان. اتمنى ان الفتره الجايه كمان من اللاعبات ان هم يركزوا شويه اكبر تركيز ليهم، ان الماتش الجاي مهم جدا جدا جدا. واعتقد كل الجهاز اللي معايا او اعضاء مجلس اداره او النشاط الرياضي اداهم امبارح دعم معنوي قوي جدا وقال لهم اعملوا عليكم في الاخر التوفيق بتاع ربنا. يعني جمهور النادي الاهلي طول عمره ورانا، حتى مش في البنات بس، في الولاد، في الكوره، في اي لعبه ان كانت هي، جمهور الاهلي ما يقدرش نستغنى عنه، ان هو رقم واحد عندنا اصلا، ولازم احنا دايما بنحب نفرحه اصلا ان شاء الله. اهم حاجه يدعمونا ان شاء الله، ان شاء الله لو ينفع كمان يجوا يشجعونا يوم السبت الجاي، الماتش مهم جدا يجوا يشجعونا، وبشكرهم ان هم دايما في ظهرنا. زي ما شفنا كابتن يحيى يوسف المدير الفني لكرة اليد سيدات وهو بيتكلم عن المرحلة اللي جاية، عنده أمل، عنده طموح مع البنات، لازم إن شاء الله نكمل المسيرة. لكن لازم أقول كلمة مهمة، الخسارة في أي وقت من الأوقات مش هي المشكلة، هي بداية المكسب. دايما النادي الأهلي عودنا كده، حتى لما بنخسر هي بداية المكسب وإحراز البطولات مرة أخرى. فلازم اكيد بناتنا عارفين الكلام ده كويس، لازم يبتدي يركزوا مره تانية، كابتن يحيى يبتدي يشتغل معاهم، وان شاء الله باذن الله يحقق لنا بطولات السيزون الناقصه، ناقص لهم دوري سوبر والدوري العام، باذن الله يكون من نصيب بطلات النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي. هنروح لفريق الكره الطايره ورجال الكره الطايره واللعب داخل البطوله العربيه، قبل ما اقول النتائج والقصه دي كلها، لكن لازم نعذر ولادنا في الكره الطايره. لاعبين كم مباريات مع منتخب مصر، واكيد عمرهم ما يقدروا يتاخروا عن منتخب مصر. لكن فعلا الكم كبير على اي لاعب ان هو يقدر يلعب تقريبا لاعبين 40 50 مباراه لغايه وقتنا هذا ولسه مستمرين. بنتمنى لهم التوفيق، لان فريق من ذهب، فريق امتع النادي الاهلي كثيرا، والنهارده بيوصل لنهائي البطوله العربيه. رجال الكره الطايره في النادي الاهلي فعلا رجال بقياده الكابتن ميدو مصلح.
ما شاء الله عليهم، كسبوا الاهلي البحريني بنتيجه 3-2. مباراه صعبه جدا، مباراه ما كانتش سهله، الاشواط تبادلت واحد هنا واحد هنا لغايه ما وصلنا للجيم الاخير بنتائج اشواط 25-23 للنادي الاهلي، الشوط الثاني 21-25 للاهلي البحريني، ويرجع تاني النادي الاهلي عشان يجيب الشوط الثالث 25-18، والاهلي البحريني بيتعادل مره اخرى ب 27-25، لكن النادي الاهلي بيخلص المباراه بنتيجه 15-10 في اخر شوط في اللقاء، واكيد رجالتنا عنده حسن ظن الجميع وظن الجمهور، واكيد النادي الاهلي ان شاء الله حط رجله داخل نهائي البطوله العربيه، بكده ان شاء الله ليه فرصه كبيره عشان يعادل الرقم حامل اللقب نادي الصفاقسي التونسي 7 ألقاب عربيه، النادي الاهلي 6، باذن الله يكون اللقب بنصيب لعيبه النادي الاهلي. لكن خلينا نبص ونشوف النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في هذه البطوله لغايه ما وصل للمباراه النهائيه. اكيد كان مشوار صعب، ومشوار بدا بمجموعه، واكيد زي ما احنا شايفين قدامنا بدا باول مباراه في النادي الاهلي، بدا بالمجموعه الثالثه مع نادي صهيب العماني وفاز بنتيجه اشواط 3-1، بشوط اول 25-21، الشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث نادي صهيب العماني بيفوز ب 25-22، ليرجع يتألق مره اخرى نجوم لعيبه النادي الاهلي بينهوا المباراه بنتيجه 25-16 3-1. في المباراه الثانيه الاهلي بيلعب اسريا الليبي بيفوز بنتيجه 3-0 بنتيجه اشواط 25-15 و 25-16 و 25-16، بيروح للمباراه الاخيره مع خبير اليمني بنتيجه 3-0 25-22 و 25-13 و 25-18، بيصعد مع النادي الاهلي الى الدور الثاني نادي صهيب العماني بيلعبه مره ثانيه ويفوز عليه بنتيجه 3-2 25. عايزين نتاكد من نادي صهيب العماني، النادي صهيب العماني كان موجود معانا في المجموعه، اكيد مش بيلعب في دور 8 نادي صهيب العماني. 25-20 و 25-27 25-17 و 24-26 16-14 الشوط الاخير، وكان بيلعب نادي السلام العماني مش نادي صهيب العماني. والنهارده بيفوز ويتالق ويفوز على نادي الاهلي البحريني وبيوصل الى الدور النهائي للبطوله، منتظرين مباراه الزمالك وكازما، اللي يكسب يقابل النادي الاهلي باذن الله. كل امنياتنا الطيبه لفريق النادي الاهلي للكره الطايره للرجال بالتوفيق في هذه البطوله. هنروح للسله وسيدات السله والاستعداد في دوري السوبر لمواجهه نادي الشمس. النادي الاهلي مكتوب عليه مع نادي الشمس اليومين دول ماتشات كتيره جدا في كل الدوريات. مباراة مهمة جدا مع نادي الشمس، المباراة هتلعب يوم السبت يوم بكرة بإذن الله مع نادي الشمس الساعة 6 في نادي الشمس بمصر الجديدة في الجولة الثامنة. الأهلي كان كسب آخر مباراة مع نادي الجزيرة، كانت مباراة قوية جدا في دوري كرة السلة. نادي الجزيرة تقدم في أول شوط بنتيجة 25-15، لكن سرعان ما عدل النادي الأهلي مرة ثانية ورجع ل 48-40، وفي الآخر اللقاء انتهى اللقاء فارق كبير جدا، فارق 19 بونت 89-70. نتمنى التوفيق لنجماتنا ابطال كره السله لانهم فعلا نجمات على ارض ملعب كره السله، وان شاء الله يوفقوا في دوري السوبر لانه دوري قوي جدا، دوري مشتعل، دوري فيه نجمات كتير جدا محترفات. نتمنى التوفيق لنجماتنا بقياده الكابتن علي هاشم. هنروح لاخر خبر معانا في اخبار النادي الاهلي، والاهلي بيصعد الى نصف النهائي في دوري السوبر لكرة السلة، دوري صعب جدا، دوري قوي جدا. الأهلي فاز على نادي مصر للتأمين بنتيجة 3-0 بنتيجة ماتشات، لعب أول مباراتين في صالة الأمير عبد الله الفيصل، وبعد كده انتقل إلى ملعب نادي مصر للتأمين هو ملعب نادي مدينة نصر. فاز بنتيجة 73-44 في أول مباراة، وتاني مباراة 80-46، وآخر مباراة بنتيجة 72-57. الاهلي هيلعب الكسبان من نادي الجزيره ونادي سموحه، ونادي الجزيره ونادي سموحه بيلعبوا النهارده والمقابله ماشيه لنادي الجزيره. لو نادي الجزيره كسب نروح للمرحله اللي بعديها على طول، لان نادي الجزيره كان كسبان 2-1 في نتيجه المباريات الثلاثه اللي اتلعبوا. لو وصل النهارده نادي الجزيره كسب يبقى الاهلي هيقابل نادي الجزيره باذن الله في نصف النهائي. نروح للتقرير ونعرف اخبارنا واخبار نجومنا في كره السله قالوا ايه بعد هذه المباراه. الحمد لله، يعني الفريق ماشي بخطى كويسه الفتره اللي فاتت، نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكملها على خير ان شاء الله ونكمل النتائج دي عشان نفرح جمهور النادي الاهلي.
احنا دلوقتي الحمد لله صعدنا للدور الاربعه في البلاي اوف. هنقابل الفايز من الجزيره وسموحه ايا كان مين الفريق فيهم الفايز. الفرقتين كبار ومحترمين ومعهم اجهزه فنيه على اعلى مستوى. الحمد لله ان احنا قدرنا نخلص البيست اوف 5 بتاعنا بدري عشان نقدر ناخد فتره راحه كويسه، نقدر نتمرن ونستعد للفرقتين ايا كان مين، وان شاء الله الفريق جاهز لمباراه السيمي فاينل ان شاء الله بطريقه كويسه. قبل شغل كابتن اشرف وشغل الجهاز ده عنصر اللياقه البدنيه طبعا يرجع طبعا لوجود واحد زي كابتن محمود حمدي معانا المعد البدني، بصراحه راجل على اعلى مستوى، يعني بصراحه موقف الفرقه على رجليها، غير طبعا شغل الباسكت الكابتن اشرف في البلانر كابتن اشرف حاططها وكلنا بنشتغل طبعا تحت قيادته يعني للفريق. كل ده يعني كلنا بنكمل بعض، يعني كل واحد ليه دوره في الفريق، سواء معد بدني سواء مدير فني مدرب مدرب مساعد، كل الناس تشتغل. كابتن يعني دكتور نادر في التغذيه برضو، يعني كل الناس ليها دورها والحمد لله الادوار كلها بتكمل بعض بحيث ان احنا نقدر نوصل باللعيب لاعلى فورمه ليه. الرساله اللي بوجهها جايين النادي الاهلي، الحمد لله فريق الباسكت دلوقتي في النادي الاهلي السنه دي يعني حصل عمليه احلال وتجديد في الفرقه، نزلنا بمعدل اعمار لسن صغير جدا، معظم اللعيبه 23 و24 سنه، عملنا فرقه للنادي الاهلي مش اللي هي تحاول تخطف بطوله وتجري، لا عملنا فرقه للنادي الاهلي تقدر تنافس العشر سنين اللي جايه، وبلس يعني الشباب بتوعنا الصغيرين اللي هيطلعوا من تحت اللي هم الحمد لله محتكرين البطولات خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا، فان شاء الله يعني عايزهم بس يصبروا على فريق الباسكت في النادي الاهلي، طموحهم ان هم يحتكروا البطولات في السنين اللي جايه. والله الحمد لله الفتره اللي فاتت قدمنا اداء كويس ونتائج الحمد لله كويسه. خلاص احنا داخلين خلاص على المرحله الاخيره من السيزون، سيمي فاينل الدوري وسيمي فاينل الكاس. اللعيبه الحمد لله في تركيز وفي انسجام اكتر من الاول، والحمد لله حتى الاصابات خلاص ابتدى كله الحمد لله يبقى سليم. الجمال رجع من الاصابه ولعب اخر كذا ماتش، ويعني لعب البلاي اوفس دور الثمانيه مع التامين، لعب الثلاث ماتشات الحمد لله. الكوتش متهيألي والجهاز الفني اطمن على اللعيبه ككل، هي مش ناقصنا غير السلعاوي بس هو اللي لسه ما رجعش. الحمد لله واحده واحده كده اللعيبه عندنا تركيز وعندنا اصرار ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي في الكاس والدوري. هتبتدي ان شاء الله من يوم الخميس 5/3 ده السيمي فاينل، بدايه السيمي فاينل بدايه مرحله البلاي اوفز بتاعت السيمي فاينل. ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى في توفيق باذن الله ونعدي السيمي فاينل ده، هينقلنا بقى لسيمي فاينل الكاس بعديها، يعني ونهايه الكاس سيمي فاينل ان شاء الله بعديه الفاينل، بعد كده نخش على فاينل الدوري ربنا يكرم ان شاء الله. وربنا يعني مستنيين بس ان شاء الله ربنا كده يدينا توفيق ويبقى النصر من حليفنا ان شاء الله. يعني طبعا النتائج الحمد لله الفتره الاخيره اتحسنت، يعني كان في فتره كده النتائج كانت متذبذبه شويه والناس كانت متضايقه، بس الحمد لله قدرنا كده مع نوع مع نفسنا الفرقه ومع الكوتش والجهاز الفني قدرنا نمشي على الطريق الصحيح الحمد لله، وعندنا نتيجه كويسه اخر فتره والحمد لله. يعني دلوقتي احنا اول فرقه صعدت في الدور الاربعه في الدوري، وان شاء الله الفتره الجايه دي هو ده تعب الموسم كله يعني ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا شفنا نجومنا ونجوم كرة السلة والكلام والحديث عن بطولة السوبر والبطولة المهمة، خلينا نروح للأخبارنا المحلية. زي ما بنتكلم في الرياضة لازم نتكلم على الطب الرياضي، لأن ده شيء مهم جدا في الرياضة، أكيد ده بيساعد على التطوير الرياضي. زي ما احنا شايفين قدامنا وزير الشباب والرياضة بيفتتح المؤتمر الدولي للطب الرياضي بمكتبة الإسكندرية. افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بجانب الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس اداره مكتبه الاسكندريه والدكتور فتحي ندى عضو مجلس النواب والنقيب العام للمهن الرياضيه المؤتمر الدولي للطب الرياضي الاصابه والتاهيل بمكتبه الاسكندريه.
تناول الدكتور أشرف صبحي في كلامه حديث مهم جدا، قال ان اي حاجه بتخص الطب الرياضي وكل ما يتعلق بالمستجدات ده شيء مهم جدا ان هو يكون موجود معانا في الساحه لتطوير الرياضه وخاص الرياضه المصريه، لان جزء مهم جدا 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 داخل منظومه الرياضه. 53 ميداليه لمصر في بطوله عربيه للرمايه، مصر بتحصد 53 ميداليه في البطوله العربيه للرمايه اللي اقيمت من 17 ل 26، بطولة مهمة جدا، بطولة كبيرة في داخل جمهورية مصر العربية، وكمان بطولة أخرى بطولة الشيخ فاطمة للسيدات. تم تسليم الدروع في حضور رئيس الاتحاد المصري للرماية اللواء حازم حسني ومسؤولي اتحاد الرماية والمسؤولي الاتحاد العربي وجميعهم كانوا حاضرين داخل مصر. حصلت مصر على 53 ميدالية بواقع 19 ذهب و17 فضة و17 برونز، المركز الثاني سلطنة عمان والمركز الثالث منتخب السعودية. نروح لدكتور سامح حمدي واستلام المهمة في اتحاد الكرة الطائرة رسميا اليوم. بيستلم الدكتور سامح حمدي المهمة بعد إسناد المهمة من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب. قرر وزير الرياضة تكليف الدكتور سامح حمدي بإدارة شؤون الاتحاد إلى برئاسة الاتحاد وإدارة شؤونه مع الأعضاء عبد المعطي محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية، سامي محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوي وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمي، وكمان يظل المدير التنفيذي كما عهدنا الكابتن أحمد عبد الدايم اللي تحمل المسؤولية أكتر من سنة ونص على عاتقه، وبكده بيسلم المسؤولية للدكتور سامح حمدي. أكيد بنتمنى له التوفيق، أكيد مستنيين منه الكتير بعد خروج الكرة الطائرة من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، أكيد مستنيين منه في المرحلة اللي جاية بإذن الله خلال الست شهور يعني رسم خارطة الطريق للكرة الطائرة عشان تطلع مرة تانية للعالمية وتستمر في تألقها وتوهجها. بعثة التايكوندو في لمنتخب مصر بتعود بعد ما بعد ايه اربع مراكز في الاولمبياد او اربع مقاعد عفوا في الاولمبياد، هدايا ملاك ما شاء الله ونجمات التايكوندو بيدوا لمصر اربع اماكن داخل الاولمبياد في طوكيو 2020. فازت في المغرب في بطوله افريقيا وتاهلوا رسميا للاولمبياد، بكده بنضيف اربع ابطال جداد واربع نجوم كبار بقياده هدايا ملاك، نور حسين وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل. أكيد كمان في التصفيات البارا أولمبية وهي البارا تايكوندو تأهلت كمان سلمى علي ومحمد الزيادي. ما شاء الله ما شاء الله منتخب التايكوندو علامة كاملة 100%. أكيد كل مصر حتى أمال على نجومنا ونجماتنا في الألعاب الفردية، وأكيد نجمتنا الكبيرة هدايا ملاك اسم لامع مصر كلها تعرفه بعد حصولها على بطولات كثيرة وميداليات كثيرة، وأكيد مستنيين منها الكثير داخل أولمبياد طوكيو 2020. بكده خلصنا الأخبار المحلية، نروح لأخبارنا العالمية. بطولة NBA في العالم وكرة السلة حاجة مهمة جدا بتعمل بطولة من خلالها اسمها سلام دانك. سلام دانك دي بياخدوا كل نجوم العالم الكبار عشان يوروا المهارات الأساسية في الدانك. خلينا نسيب جمهور النادي الأهلي وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي عشان يستمتعوا مع هذه السيمفونية في كرة السلة في دوري الـ NBA في سلام دانك، وترجعوا لنا مرة تانية. هنكمل أخبارنا العالمية. الناس دي بتلعب لعبة غير اللي احنا بنلعبها بجد والله، كل ما اتفرج على الـ NBA بحس ان انا بتفرج على رياضة مختلفة في حياتي ما شفتهاش، لكن هم فعلا اتولدوا حابين وعاشقين لهذه اللعبة، عندهم فنيات مختلفة جدا 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 في الحياة. خلينا نكمل أخبارنا العالمية وأخبار سريعة جدا، وانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للخماسي في مصر النهاردة بدأ أول يوم بمشاركة 40 دولة و450 نجم ونجمة في منافسات بتقام على نادي بلاتينيوم. هتستمر لغايه اول مارس منافسات في اكيد في حمام السباحه، اكيد سباحه وسلاح وجري، منافسات قويه جدا جدا جدا. حضور على راس الحضور اكيد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي، لكن كمان بيحضر رئيس الاتحاد الدولي كلاوس شورمان ونائب الرئيس شاين فينج سكرتير عام الاتحاد الدولي. تستمر مصر في احتضان الاتحادات الدوليه، وكمان بنستمر مع كره اليد والاتحاد الدولي لكره اليد بيعقد اجتماع داخل مصر للمكتب التنفيذي او مجلس اداره الاتحاد الدولي لكره اليد، بيعقد اجتماع داخل مصر برئاسه الدكتور حسن مصطفى. اكيد حاجه مهمه جدا
الاجتماعات بتكون متواجده داخل مصر اكيد دي حاجه تسعدنا جدا وتشرفنا جدا. احتضان مصر لكل المحافل الدوليه اذا كان من اجتماعات اذا كان من بطولات اذا كان من حاجات كثيره جدا، دي حاجه مهمه جدا جدا لمصر على الساحه العالميه. الاجتماع ده معمول علشان يختاروا مين هينظم كاسات العالم، بيختاروا بدري جدا. في كاس العالم المانيا اكيد ليها نصيب او نصيب كبير جدا. الماركت شوبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الالماني بيقول ان رؤيتنا هي جعل العقد الجديد بصبغه المانيه. المانيا مهد او معقل من معاقل كره اليد في العالم، اكيد عايزين يكون متواجدين وبقوه في البطولات العالم. اخر بطوله عالم كانت المانيا مع الدنمارك في 2019، لكن لسه المانيا عايزه تستضيف بطولات عالم اخرى، عايزه تستضيف 2027 رجال، عايزه تستضيف 2025 سيدات، وكمان 2023 للشباب. نتمنى التوفيق، اكيد وجودهم حاجه مشرفه جدا، عندهم حاجات كتيره جدا على ارض مصر باذن الله، لان كمان في مقر للاتحاد الدولي صغير داخل القريه الاولمبيه لكره اليد اللي معموله استاد كره اليد اللي معمول في 6 اكتوبر، ليهم مكان اكيد هيزوروا كل الصالات، هيطمئنوا على استعدادات مصر لبطوله العالم 2021. نتمنى التوفيق للاتحاد المصري لكره اليد. خلينا نخرج لفاصل وكمان نستقبل نجومنا نجماتنا ونجومنا في التنس طاوله اللي فعلا ما شاء الله عليهم دائما وابدا في المركز الاول. هيمنت فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي على بطولة الجمهورية للفردية التي أقيمت منذ 10 أيام على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. نجد في فرق الرجال بأنه نجح شادي مجدي في التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل خالد عصار على الميدالية البرونزية، كما حصد محمد شومان المركز الخامس. أما فيما يخص منافسات السيدات، نجد اكتساحا أهلاويا للمراكز الثلاثة الأولى. توجت مريم الهضيب بالميدالية الذهبية، جاءت هنا جودة في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مروى الهضيبي. التوأم الهضيبي قد نجح في بلوغه قبل النهائي بعد الفوز على فرح عبد العزيز وريم العراقي لاعبات الزمالك. نذهب لمرحلة الشباب، نجد أن الرباعي الأهلي سيطروا على المراكز الأربعة الأولى. فاز مروان عبد الوهاب بالمركز الأول، كريم عبد العزيز بالمركز الثاني، أحمد البرهامي بالمركز الثالث، وأحمد هشام بالمركز الرابع. أما عن مرحلة الناشئين تحت 18 سنة، توج مروان جمال بالمركز الأول، حصل أحمد هشام على المركز الثالث، وفي نفس السن 18 سنة ناشئات حصلت هنا جودة على المركز الأول. احتلت سارة ياسر عبد العزيز المركز الثالث. النسر الأهلوي يحلق بعيدا عن أقرب منافسيه بمنافسات تنس الطاولة، يظهر هذا من خلال قوام المنتخبات الوطنية التي تشارك في كبريات البطولات العالمية والأولمبية. يلا بينا نشوف، شفنا نجماتنا ونجوم التنس طاولة فعلا ما شاء الله. دايما التنس طاولة مفرح نادي الأهلي ومفرح جماهيره، لكن لما تقعد قدام نجمات كبار زي اللي قاعدين قدامي صدقوني أنا بكون مستمتع جدا بالحديث معهم. نجمات متألقات في عالم التنس طاولة صاعدين مش بسرعة الصاروخ، ما شاء الله عليهم من ساعة ما بدأوا لعبة التنس طاولة في نادي الشمس. مظبوط كده؟ مظبوط، في نادي الشمس، وهم متألقين لغاية ما وصلوا ودخلوا جدران النادي الأهلي وتألقوا وتجملوا داخل النادي الأهلي، وبإذن الله يكون ليهم في المحافل العالمية والدولية في المرحلة المقبلة بإذن الله حاجة كويسة جدا. خلينا نرحب بنجماتنا الكبار مريم الهضيبي. مريم مساء الخير. مساء النور مروة. أنا قصدي أقول لك كده عشان تبقى عارفة. أكيد كابتن مروة الهضيبي نجمة كبيرة، هم توأم لكن دايما بختلف بينهم، كل ما يقعدوا قدامي اختلف. خلينا نرحب بكابتن مريم الهضيبي. كابتن مريم منورانا ومشرفانا. منور حضرتك، ربنا يخليك. ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. أبارك للكاس ده لمين؟ أبارك لمروة ولا لمريم؟ قولي أبارك لمين؟ يعني احنا الاثنين بس انا الحمد لله اللي جبتهم. برضه على الهوا هم كده دايما على الهوا، دايما ناير والايه معايا، لكن اكيد بنبارك لها ونقول لها الف مبروك يا مريم. فعلا حاجة. كاس جميل، كاس تعبتي اكيد لغايه ما وصلتي تعملي كاس السيدات او بطوله الفردي سيدات. عايزه تحكي لي مشوار البطوله كان شكله ازاي معاكي؟
هو طبعا انا بالنسبه لي بيبقى يمكن اصعب الماتشات هي بتبقى من اول واحد واخر واحد، لان اول واحد بتبقى لسه الواحد ما دخلش في المود قوي، فببقى حريصه جدا في اول ماتش. الحمد لله كسبت اول ماتش ودخلت بدات العب كويس و يعني دخلت في مود البطوله. بعدين ماتشات طبعا جوه كانت جامده لان كل اللعيبه كويسين لحد ما وصلت واحده واحده للفاينل الحمد لله وكسبت. ما قابلناش بعض جوه البطوله دي؟ لا البطوله دي للاسف لا ما قابلناش بعض. خسرتي في السيمي فاينل وطلعتي تالت. خسرتي مين في السيمي فاينل؟ خسرت من هنا جوده. من هنا جوده. اهلي في اهلي. اهلي كتبو. اول ثلاثه كانوا اهلي. اول ثلاثه كانوا اهلي ما شاء الله عليكي. البطوله كانت صعبه شويه بصراحه، كل بدرات النادي الاهلي ما شاء الله كلكم دايما في المراكز الاولى بصفه عامه. هي كانت بالنسبه لي البطوله صعبه، وكمان خصوصا على دخول الاربعه. لان انا كنت بلعب، كان في ماتش مهم بالنسبه لي هو اللي دخلني الاربعه مع البطله فرح عبد العزيز، وهي ما شاء الله بطله كبيره طبعا، فكان الماتش ده بالنسبه لي صعب وهو اللي هيدخلني الاربعه، فبالنسبه لي كان ده اصعب ماتش في البطوله كلها. بس انا الحمد لله قدرت ان انا انزل واكسبه يعني، وكسبت الحمد لله. المباراه مع فرح كانت مباراه صعبه جدا. كانت صعبه اكيد. لان صعوبيتها في ايه معاكي؟ لان هي بطله كبيره واكبر مني كتير وعندها خبره كبيره في تنس الطاوله مش قليله خالص، وما شاء الله هي بطله العرب، فيعني بالنسبه لي ان انا العب معاها ده بيبقى حاجه يعني تقيله مش سهله يعني. وقدرت تعدي المباراه. الحمد لله. مريم كانت بتشجعك في الماتش ده ولا لا؟ لا كانت مريم بتلعب. كانت بتلعب وبتلعبوا في نفس الوقت على نفس الملعب؟ مش بتركزي مع اختك في الوقت ده بصراحه شديده؟ في الاول يمكن زمان كنت دايما وانا بلعب بصلها يعني، حتى لما هي بتبقى خسرانه ببقى متوتره شويه. بس لما كبرنا شويه وان احنا كل واحد فينا حريص على ان هو يكسب ماتشه، فبقينا ان هو في جوه الماتش كل واحد بيلعب ماتشه لحد الاخر، ولما يطلع يبدا بقى يشجع ويشوف اخته ماشيه ازاي. بتحفزوا بعض ازاي يا مروه؟ يعني بنفضل نقول لبعض قبل الماتش انزلي واعملي اللي عليكي، واحنا الاثنين تعبنا عشان نوصل، فاعملي اللي عليكي للاخر وان شاء الله نقابل بعض في الفاينل. يعني كل شويه نقول احنا خلصنا مثلا 3 ماتشات ناقص 4 ماتشات، فيلا يا مريم نكمل مع بعض لحد ما نوصل مع بعض للفاينل. يعني اصعب مباراه قابلتوا فيها بعض بصراحه شديده وانتوا اخوات كانت اي مباراه؟ اكيد في بطولات افريقيا. دي بطولات افريقيا. قابلتوا بعض في اي دور من الادوار؟ فاينل. احكي لي المباراه شكلها ازاي. هي دايما لما بنقابل بعض في الفاينل في بطوله افريقيا دي بتبقى اصعب حاجه، لان هي بتاهل لبطولات ثانيه وانا ببقى في نفس الوقت عايز اكسب عشان اتاهل، بس في نفس الوقت ببقى عايزاها هي تتاهل عشان هي تكسب عشان تتاهل. فبيبقى ده اصعب ماتش بالنسبه لنا يعني. لا انا عايز المباراه الصعبه حصل فيها ايه في بطوله افريقيا؟ لا انا عايز اتكلم جوه المباراه دي، على المباراه دي يبقى خاص. لا انا بالنسبه لي اخر واحده انا كسبتها قد ايه؟ مش فاكر. دايما بتكسبيني 4-3 مثلا. يعني مره واحده قريب قضت عليا 4-1. ما سبتنيش فرصه خالص، بس دايما بيبقى ماتشنا مثلا 3-3 وهو اخر جيم اللي بيحدد، فيعني ماشيين احنا حافظين لعب بعض بصراحه، ف يبقى ماتش دايما 3-3 ونشوف اخر جيم بقى مين بيكسب اكتر. مروه. يعني بصراحه شديده خلينا نتكلم كاتنين رياضيين بيلعبوا او نجمات كبار كمان بيلعبوا، مش عايزه تقابليها في الماتشات بصراحه؟ انا ببقى عايزه اقابلها في الفاينل، لان هو قد ما هو بيبقى توتر بيبقى راحه نفسيه ان كده كده المكسب في بيته. بس في نفس الوقت لو مثلا ببقى مش حابه ان انا اقابلها مثلا على الاربعه او سيمي فاينل، لان فينا اللي هتكسب هي اللي هتخش والتانيه مش هتخش خالص. فبالنسبه لي يعني احسن لو لعبتها بيبقى فاينل، ويعني شويه تفكير ان في سيمي فاينل ان في واحده فينا ضامنه الفاينل ان شاء الله، فبيبقى ما اكيد المكسب في بيته، لكن اكيد انت برضو يعني حب النفس اكيد بتكوني عايزه تكسبي. بتتعاملوا ازاي مع بعض مروه في البيت قبل ماتش الفاينل او قبل الماتش تقابلوا فيه بعض بصراحه شديد داخل البيت؟ يعني انا اقعد اقول لها يا مريم بص انت اعملي اللي عليكي، بس انا كده كده هكسب، فهي تقول لي لا انا اللي هكسب. اقول لها لا، نقعد نتحدى بعض يعني جوه البيت. فعلا جوه البيت وفي الطريق لحد قبل ما نخش احنا الاثنين الملعب تحدي. بتروحوا مع بعض في الطريق؟ صح. ونسخن مع بعض، بنعمل كل حاجه. نعم. قولي لي ازاي بتعملوا ده؟ يعني بجد يا جماعه الموضوع صعب جدا يكون اختين بيلعبوا نفس اللعبه وما شاء الله عليهم نجمات كبار وكمان بيقابلوا بعض في ماتشات. فعلا الالعاب الفرديه غير الالعاب الجماعيه. الالعاب الفرديه اكيد كل واحد عايز يكسب، لكن الاثنين في الاخر اختين بيتقابلوا قدام بعض. عايز اعرف الشعور، عايز اعرف ازاي بتتكلموا مع بعض وانتوا رايحين. انا كلاعب هنقول قبل كده بركز في الماتشات، بركز انا هعمل ايه، هقف ازاي في الجون، اللعيب ده بيشوط فين. انت بتركزي في ايه قبل المباراه وهي قاعده جنبك؟ هو انا ومروه عشان حافظين لعب بعض خالص، ف يعني بالنسبه لنا مش بنلعب على نقط ضعف او حاجه، لان احنا يعني شويه بنبقى حافظين هي هتلعب الكره هنا فانا هروح لها في نفس المكان،
لكن كنفسيا وكده انا بصراحه بيبقى اكتر ماتش بيوترني هو ماتش مروه. اكتر ماتش بيوترك؟ طب حلو قوي عشان تعرف تكسبيه، عشان كده بتكسبيه على طول 4-3 صح؟ مظبوط. يعني يمكن لو ماشيه في البطوله عادي ابقى مش متوتره وماشيه في البطوله كويس، اول ما اجي عند ماتش مروه بتوتر جدا. بتوتري جدا؟ مروه عايز اقول لك على حاجه انا هقولها لك، هي مش عايز تقابلك في الماتشات هي ده كلام واضح، لكن عايز اقول لك برده بتحسي نفس الشعور؟ اكيد التوتر نفس التوتر اللي انت بتلعبي برده اختك؟ اكيد، ما انا زي ما قلت حضرتك عشان احنا الاثنين بنبقى عايزين نتاهل للبطوله الاكبر يعني. وهم بياخدوا واحد بس، فبتبقى اكتر ماتش متوتر عشان انا مش عايزاها تخسر وتزعل، بس في نفس الوقت برضو انا محتاجه ان انا اروح بطوله زي كده يعني. مروه بصراحه شديده، في بطولات لا تنسى في ذاكره اي لاعب في تاريخه في اللعبه، ايه البطوله لغايه وقتنا هذا اللي انت مش قادره تنسيها في حياتك؟ هي البطوله الاعظم، هي البطوله الاكبر، هي احلى ميداليه جبتيها، ايه هي احلى ميداليه جبتها؟ في 2018 في الجزائر دوره الالعاب الافريقيه، لان دوره الالعاب اللي قبلها ما كانتش مصر اللي واخداها، فكان يعني يعتبر معتمدين عليا ان انا ان شاء الله اجيب البطوله اللي جايه يعني. فالحمد لله هي دي كانت اكتر بطوله، حتى انا بدات البطوله ما كنتش بلعب كويس يعني، بس الحمد لله قدرت ان انا اجيب المركز الاول، ودي كانت اعز ميداليه بالنسبه لي. اعز ميداليه بالنسبه لك بطوله افريقيا 5 سنين متتاليه. ما شاء الله، يعني يا جماعه بجد انا قاعد قدام نجمات كبار جدا جدا جدا، بطوله افريقيا 5 سنين متتاليه هتفضل متربعه على عرش افريقيا، اكيد دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، احكي لي ازاي تربعتي على عرش افريقيا 5 سنين متتاليه؟ والله هو انا دايما ماشيين بكونسبت ان احنا بنتعب وبنعمل اللي علينا وزياده، والمكسب ده بتاع ربنا يعني، هو اكيد بيبقى كاتب لنا، بس احنا بنعمل اللي علينا وبنتعب وبنتمرن وبنجتهد، وهو ده يعني سر نجاحنا دايما، وان شاء الله البطوله الجايه يا رب يعني نحقق المركز الاول برضه. تكسبي مريم صح؟ لازم تكسبيها مريم. الشعور عندكم مختلف خلاص، دي اختين، شعور ماما ايه بينكم في المكسب والخساره؟ عايزك تحكي لي، انا عارف ان ماما هي الداعم الاساسي لمروه ومروه، قولي لي بجد بتعمل ايه؟ بتروح لمين فيكم في جوه البيت؟ هي انا بحس ان ماما دايما بتقعد تكلم كل واحده فينا لوحدها، يعني تقول لها مثلا انت اعملي اللي عليكي واكسبي، وبعدين تجي لي مثلا تقولي لها اعملي اللي عليكي واكسبي. طب ما انت عارفه ليه قالت لها كده؟ انا ببقى عارفاها، بس هي ماما بتبقى عايزه يعني تقول كل واحده فينا، بس هي انا بحسها بتتحيز لي شويه في الماتشات عشان مروه دايما بتكسبني، فهي بتقعد تقولي لعبي يعني. فعلا. بعد المباراه اللي بيحصل؟ اللي خسر واللي كسب، تتعامل ازاي داخل البيت مع النجمتين الكبار مروه ومريم؟ يعني هي لو في بطوله ماما مش موجوده فيها، فاحنا اول ما بنخرج بنتصل بيها فتقول لنا مين كسب، بقول لها مثلا مروه، فتقول لها مبروك، وبعدين تقول لي ما تزعليش مثلا، الحمد لله ان كده كده الكاس في بيته يعني، والمره الجايه ان شاء الله شدي حيلك عشان تكسبيها. اكيد. مروه لو عايزك تقولي كلمه لمامتك، لان انا عارف ان هي الداعم الاساسي اللي هي البوش، انتوا الاثنين بتاخدكم معاها تروح يعني في تعب السنين معاها، تقولي لها ايه بصراحه شديده؟ انا عايزه تبص للكاميرا، مش عايزه تبص الكاميرا بقى اللي قدامك. اكيد حابه ان انا اشكرها واقول لها ربنا يخليكي لينا، وشكرا على تعبك معانا، ان هي فعلا السند الاول والاخير لينا في البطولات وفي كل حاجه، حتى في الدراسه وفي البيت وفي الادب وفي الاخلاق، هي ماما يعني اللي مربيانا على كل حاجه. ما شاء الله. فشكرا ليكي يا ماما، وربنا يديكي طول العمر ويخليكي لينا، ودايما نرفع راسك. هي موجوده صح؟ بس بره في الهواء، موجوده معانا في الهواء. ما جاتش معاكم النهارده؟ لا. اول مره بصراحه شديده، يعني انا فعلا بقولها ما شاء الله مربيه بنتين زي الفل، وما شاء الله نجمات وبطلات، وباذن الله نشوفها على بطولات العالم والاولمبياد في الوقت القريب. كده كده دور البنت دور رياضي، بتذاكري كويس، لكن ايه موضوع الاكل انت ومروه؟ يعني نخش شويه نغير الاجواء شويه. ايه موضوع؟ احكي لي، بتحبوا اكل زي بعض؟ لا خالص خالص. عكس بعض؟ ازاي توأم يكونوا عكس بعض؟ مع ان انا عارف ان التوأم هم نفس النفس مع هو بعضين. انا ومروه يعني حتى مش في الاكل بس، يعني احنا شخصياتنا مختلفه. يعني يمكن احنا قريبين لبعض قوي في ايه؟ فان احنا دايما جنب بعض مثلا في المذاكره، في التمرين، في الحاجات دي. لكن كشخصيه مثلا حد اجمد من التاني، حد يعرف يتصرف. الاكل مثلا في الحاجات دي مختلفين عن بعض خالص. مروه قولي لي، رحتوا بيزنس ليه؟ عشان انت اللي اخترتي ولا عشان مريم اللي اختارت؟ لا، هو احنا الاثنين قررنا مع بعض برضو موضوع البيزنس، بس احنا كنا عايزين حاجه تخلينا متفوقين في الرياضه وفي الدراسه في نفس الوقت، لان طبعا هندسه او طب
مع الرياضه بتبقى حاجه صعبه، يعني ممكن حاجه تقع فتره. لا حضرتك، لا لا ما كانتش صعبه. ما كانتش صعبه، بس يعني بالنسبه للبنات ساعات مش البالانس بيبقى ايكوال في الموضوع ده. فاحنا اخترنا ان احنا نخش حاجه سهله عشان توفق لنا الرياضه، وكمان اكاديميه بحريه مدينا فرصه كبيره جدا ان احنا نسافر البطولات في اي وقت ونرجع نمتحن في اي وقت. فبالنسبه لنا يعني ده حاجه كويسه. مريم، اخترتوا التعليم عشان تشتغلوا على الرياضه كويس، مظبوط؟ وصلتوا فين في الرياضه وطموحنا ايه لغايه يوصل لفين مع مريم؟ احنا الحمد لله يعني بنكسب بطولات العرب وبطولات الجمهوريه مع النادي والدوري، وبنكسب بطولات افريقيا. انا نفسي طبعا ان احنا يبقى بطولات العالم، مش مجرد ان احنا بنشارك بس، انا نفسي ان احنا نوصل ان احنا نخش يعني الثمانيه ان شاء الله. لما نخش الثمانيه كمان ان احنا نقدر ندخل الاربعه وناخد ميداليه، لانها تبقى حاجه كبيره قوي لمصر ان مصر بتاخد بطوله العالم. يعني اكيد دي حاجه مهمه جدا. تاني وبقول ان الجماد دول، عايز اقول كلمه مهمه لجمهور النادي الاهلي عليهم بالذات، لان هم مش هيقولوا الكلام ده. مروه او مريم ما عندهمش سوشيال ميديا قويه، يعني مش قاعدين على السوشيال ميديا، هم مركزين في الدراسه، مركزين في شغلهم، مركزين. لكن فعلا صدقوني الموضوع معاهم حاجه ما شاء الله. لو قريت السي في بتاعتهم، يعني سي في كبيره جدا جدا جدا، بابطال عرب، ابطال افريقيا، افريقيا على التوالي، ميداليات كثيره جدا في بطولات الجمهوريه، في بطولات السيدات، يعني فعلا ما شاء الله عليهم نجمات من ذهب. لكن خلينا نشوف بقى طموح مروه ايه في المرحله اللي جايه. مروه قولي لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ يعني هو انا ان شاء الله الفتره اللي جايه اكتر حاجه بنستعد ليها بطوله افريقيا، عشان تبقى ان شاء الله سادس مره ناخد بطوله افريقيا، وبعدها ان شاء الله نستعد لبطوله العرب تبقى في الاردن برضو عشان نبقى ابطال العرب كالعاده يعني ان شاء الله. وبعدين نشتغل بقى واحده واحده عشان بطولات العالم وان شاء الله الاولمبيكس، يعني لو شاركنا فيها. يعني التحديات اللي جايه عندنا ايه؟ زي قلت حضرتك هي بطوله افريقيا اول بطوله، ده التحدي الاكبر بالنسبه لي. ده اكتر حاجه انا مركزه عليها الفتره دي، وان شاء الله بعدها بطوله العرب والاولمبيكس، وبعد كده بطوله العالم ان شاء الله. مريم، سالت مره سؤال من شويه يعني واحنا قاعدين، هي الميداليه الاحلى او الاقوى او الاجمل او الميداليه اللي انت بتعتزي بيها في تاريخك الرياضي الحافل بالميداليات؟ يمكن الميداليه كنا في بطوله افريقيا في تونس، لعبت مع مروه في الفاينل في 18 سنه، خسرت. كان ماتش صعب بصراحه، خلص 4-3. كان بعدها على طول هبدا ماتش الفاينل تحت 21 سنه، وانا كنت تحت 18. فكنت بلعب مع اميره يسري، واميره يسري طبعا بطله كبيره. الحمد لله كسبت، وكانت اميره بالنسبه لي صعب ان انا اكسبها، كسبت. فكان بالنسبه لي انا خدت بطوله افريقيا الحمد لله، عشان مروه كانت دايما بتكسبها، فخدتها في ال 21، فكانت بالنسبه لي كويسه قوي. وكمان اول بطوله سيدات خالص لعبتها اخدت فيها اول، دي كانت بالنسبه لي ان هو انا من البدايه والحمد لله قدرت ان انا اخد اول، يبقى ما فيش حاجه بعيده عليا. اكيد حاجه قريبه. وكاس ده ايه؟ ده فرد السيدات البطوله. لا ما كانتيش على الكاس ده ليه؟ كاس هو ده بصراحة أكتر واحد جيب تعب، يعني صح. يعني تعبت قبلها كتير قوي في التمرين، وبطولة كمان يمكن المنافسات دلوقتي بقت أصعب، لأن كل اللعيبة كويسة وكل اللعيبة جامدين، وماتشات كمان ما كانتش سهلة. بس الحمد لله يعني ربنا وفقني ووصلت للآخر وكسبت. ما شاء الله عليكي، بنبارك لك دايما. دخلتي من أفضل 10 لاعبات في العالم في الناشئات او في الناشئين، في الناشئات عفوا. دخلتي الحمد لله تحت 18 سنه. تحت 18 سنه وصلتي لده ازاي؟ هي كانت من كتر المشاركه، لان انا كانت السنه دي السنه اللي انا اتاهلت فيها اليوث اولمبيكس اللي كانت في الارجنتين، فكان عندي نسب المشاركه الدوليه كانت كتيره، يعني كان عندي كذا بطوله بروح، والحمد لله ما كانتش النتائج فيها وحشه، يعني كان في كل بطوله بتتحسن عن اللي بعدها. وكمان كنت واخده بطوله افريقيا وبطوله العرب برضو، كنا وصلنا فيها المركز كويس، فعشان كده الرانكينج بتاعي كان كويس دوليا يعني. مريم قولي لي بتتدربي قد ايه يوميا تقريبا؟ لو في الاجازه بيبقى مرتين. مرتين في اليوم؟ في اليوم. الصبح بعده؟ اجازه. كم ساعه في التدريب؟ ممكن من 4 لـ 5 مثلا. من 4 4 5 ساعات في التدريبه؟ لا في اليوم. في اليوم تمرينتين. طب انت احكي لي اليوم بتاعك بيمشي ازاي؟ يعني بتمرني الصبح تقعدي في النادي تكملي، ولا تروحي البيت تنامي وترجعي تاني؟ لا، لو في الاجازه بنصحى الصبح نتمرن التمرين، بعد كده نقوم راجعين بنريح شويه، سواء بنتغدى وننام شويه عشان نصحى للتمرين بتاعت بالليل ونتمرن تاني. عايزه تقولي كلمه سيد الوالده، لان اكيد دي احلى حاجه ممكن نختم بيها، تقولي لها ايه؟ اقول لها طبعا شكرا يا ماما ان هي دايما جنبنا،
وانك محافظه علينا لحد دلوقتي، لان احنا بنتعبها بصراحه، بس يعني احنا بنحاول ندي كل اللي احنا عندنا عشان نرفع راس حضرتك، وربنا يخليكي لينا طبعا. يا رب ربنا يخليكوا ليها. ودايما نجمات متالقات، مين بيتعب ماما اكتر قبل ما اقفل؟ سريعا انا انت بعديه الامور. نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك، ودايما بطره ودايما نجمه، ودايما بجد بتشرفونا في قناه الاهلي. ربنا يخليك، شكرا. مريم الف مليون مبروك، ودايما بتنورينا وتشرفينا في قناه الاهلي. ربنا يخليك، شكرا. بجد كان نجمات كبار ولسه مستمرين معاهم، وهنستمر معاهم في بطولاتهم وانجازاتهم، لان فعلا عندنا امل كبير جدا معاهم ان يقدروا يوصلوا لاعلى المستويات باذن الله في بطولات عالم او في البطولات الاولمبيه. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجوم التنس طاوله في النادي الاهلي، مروان عبد الوهاب ومروان جمال. مستمرين مع نجوم التنس طاوله في النادي الاهلي، ونجوم من ذهب، ونجوم دائما بيتالقوا في صالات وملاعب التنس طاوله في النادي الاهلي. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده، كابتن مروان جمال، بنرحب بيكم وبنقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وكمان بنرحب بكابتن مروان عبد الوهاب وبنقول لك الف مليون مبروك يا كابتن مروان. بطوله تحت 21 سنه، عندك 19 سنه وبتفوز ببطوله تحت 21 سنه، قول لي وصلت للبطوله ازاي؟ هو البطوله في 21، انا اول سنه تحت 21 سنه. بدات لعبنا مجاميع 16، يعني في ادوار قبل كده دخلنا في مجاميع 16، كان معايا مروان ومعايا زميلي من النادي الاهلي كريم عبد العزيز وواحد من نادي العاب دمنهور. كويس. والحمد لله كسبت ماتشين وخسرت من كريم، تعادلت انا وهو. وفي دور الثمانية برضو كانت مجموعة من أربعة، كان معانا لعيب من الزمالك أنا وأحمد البرهامي من الأهلي، ولعيب من دمنهور برضو. كويس. والحمد لله تأهلت أنا وأحمد برضو الأهلي، والناحية الثانية كان كريم عبد العزيز وأحمد هشام برضو الأهلي. الأربعة أهلي. أربعة أهلي ما شاء الله عليكم. فالحمد لله وصلت فاينل يعني، وفي النهاية كنت خسران 2-0 مع كريم، هو كان كسبني قبلها الصبح. الحمد لله في الفاينل لعبته، والحمد لله كسبت 3-2 يعني. كسبت بعد خساره 2-0، عوضت ازاي يا مروان بصراحه؟ يعني جبت ازاي نفسك تاني مره جوه المباراه؟ يعني صعبه 2-0 في الشوط الثالث رايح للخساره، بتعوض وترجع تاني. هو كان قبلها بيوم كان كسبني 3-0. كويس. تاني يوم برده 2-0 الصبح. في الفاينل بقى. في الفاينل تمام. فبلعب يعني، انا كنت نازل طبعا متوتر وفاينل نهائي والكلام ده. فلقيت نفسي خسرت 2-0 وانا بلعب بحرص، فقلت ما العب يعني ملهاش. يعني هو وصل فاينل وكسبني 3-0 ويعني ملهاش فعلا. هي ملهاش؟ بس فيعني الحمد لله يعني بقى ايه، ريحت في الملعب، ريحت نفسيا، ريحت نفسيا يعني. الواحد لما بيستريح نفسيا بيطلع اللي عنده اكيد. بس فلما استريحت نفسيا الحمد لله يعني قدرت ان انا ارجع تاني. مروان عبد الوهاب استريح نفسيا، مروان جمال عمل ايه عشان يوصل لغايه الماتش الفاينل ويكسب ميدالية الاولى تحت 12 سنه؟ تحت عفوا 18 سنه، انا اسف. الحمد لله كان برده كان بطوله يعني كانت صعبه كانت سهله. كان لعبنا لحد الدور الاربعه ودخلنا للسيمي فاينل. كان معايا عمر ايهاب من سبورتنج. كويس. والحمد لله كسبته. الناحيه الثانيه كان كريم ياسر صبحي من المعادي واحمد هشام من الاهلي. قابلت مين في الفاينل؟ كريم ياسر صبحي المعادي. كويس. والحمد لله قدرت اكسب 3-0. 3-0 على طول، ما كانش فيه مقاومه من كريم. لعبت تنس طاوله ليه؟ عشان كنت بتفرج عليها زمان وانا صغير. عشان بابا؟ ممكن. بابا كان لعيب تنس طاوله قبل كده؟ صح؟ يعني لعبت تنس طاوله عشان خاطر بابا؟ ولا شددك تنس طاوله بشكل مختلف؟ هو شدتني اكتر يعني. شددها؟ حبيتها وانا صغير. مروان بيقول ان هو حبها وهو صغير، بس ده بسبب والده اكيد. لعبت تنس طاوله ليه يا مروان؟ هو الموضوع يعني ان انا كنت لما باجي اسافر في اي حته مع عيلتي او مع اصحابي كنت ببقى انا اصغر واحد سنا، ف مش هتلعب اقعد كده يعني. بس فلما رجعت بقى قلت لهم انا عايز اتمرن يعني في المصيف وكده، ما كانوش بيرضوا يلعبوني تنس طاوله. طبعا ترابيزه صح. فرجعت قلت لبابا انا عايز اتمرن
يعني عايز اكسب الناس دي بس. فلما اتمرنت لقيت ان اللعبه يعني ليها اهداف تانية كبيره بقى، زي بطوله مشاركه في بطولات عالم وافريقيا ويعني احتراف، يعني الموضوع في احتراف اكتر. فحبيت اللعبه بصراحه، لعبتها من عندي 7 سنين. ما شاء الله عليك. وبتتمرن ايه في التدريب عشان توصل للميداليه رقم واحد؟ 4 لـ5 ساعات في اليوم. 4-5 ساعات في اليوم، ده دراسه ولا ده بره الدراسه؟ لا يعني، يعني واحنا في المدارس، انت مدرسه ثالثه اعدادي مظبوط، في مع المذاكره بتمرن 4-5 ساعات ولا لا؟ لا ممكن ساعتين ونص 3 كده، ده اكتر حاجه. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ازاي توفق بين الدراسه وبين انجاز الكبير اللي بتعمله او البطولات اللي بتحققها؟ هو يعني المذاكره وقت والتمرين وقت كده. بس انا وانا صغير برضو كنت بقول المذاكره وقت والتدريب وقت، وما كنتش بعمل حاجه، كنت بلعب بس. ما رايك كده؟ مين بينظم الحياه دي معاك يا مروان؟ بابا بقى وماما. الاساس ماما مظبوط؟ تقول لها ايه على الهوا النهارده كده وانت نجم كبير معايا وحارس ميداليه ذهبيه، تقول لها ايه؟ شكرا يعني لتعبكم معايا. لا عايزك تبص للكاميرا. طب بص لها ليه؟ هي شايفاك دلوقتي بتشوف في الهوا على بالي انا. شكرا ان تعبت معايا وربنا يخليك ليا، و ان شاء الله هحقق كل نفسك فيه. اكيد هتحقق كل نفسهم فيه، لان هم فعلا املهم في بطل كبير زي مروان. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويحقق لهم اكتر مما يتخيلوا، وباذن الله احنا كمان نستنى مروان في بطولات عالميه ودوليه وافريقيه كثيره جدا باذن الله. مروان اكيد عايز توفق بين الاثنين برضو، بين الدراسه وبين المدرسه وبين التدريبات. عايز دراسه ولا عايز احتراف؟ هو يعني ده مش هينفع لوحده، ده مش هينفع، يعني انا عايز الاثنين. عايز الاثنين مع بعض. كويس. ودايما بحاول ان انا اوفق بين الاثنين يعني. بس انت في بيزنس في سنه اولى؟ فبرضه في الاكاديميه ولا لا؟ انا في اي سي بزنس. في الاي سي ما شاء الله عليك. بتوفق بين الاثنين ازاي والاي سي صعبه جدا؟ هي صعبه جدا فعلا. يعني من الصبح الجامعه مثلا من 7 لـ4. كويس. التمرين بيبقى الساعه 6 مثلا. فده بقى بيطلب ان انا مثلا يعني اي حاجه تانية غير الاثنين دول ما بعرفش اعملها قوي، يعني خروجات، ان انا مثلا اسهر، الكلام ده. ده لسه كنت هجيب لك يعني اي سي اكيد خروجات وسهر والناس عندهم. ما هو الصبح بيقول لك يعني ايه اصحابك بقى في هناك في الجامعه بصراحة شديده؟ ما حدش بيقول لك افكس بقى التدريب، سيبك يا عم. ليه لا بيتقال لي كتير طبعا. وفي طبعا. كمان طبعا اصحابي بتوع المدرسه يعني اعرفهم من زمان. برضو لما كل واحد دخل جامعه عايزين نخرج، بس انا ما بيبقاش عندي وقت خالص. خالص. فيعني الجامعه واخده الوقت الصبح كله وبالليل التمرين كله. بتزعل على الخروجات، لكن أكيد. بعد ما تحقق انجاز اكيد بتكون في حته ثانيه خالص. بالظبط. بيقولوا لك ايه بعد تحقيق الانجاز؟ لا هو طبعا اصحابي يعني دايما، يعني لما مثلا بكون هلعب ماتش او نهائي مثلا على التلفزيون كلهم بيتفرجوا عليا، بيكلموني مثلا في التليفون. يعني اصحابي بصراحه يعني احنا برضو نعرف بعض، فيسبوك كله، انستجرام يعني كله. اصحابي بصراحه بيسبورتوا كويس. وبرضو اكتر واحد بيسبورت فيه في الرياضه ولا بره الرياضه؟ لا خلينا بره الرياضه. اكيد يعني بره الرياضه يعني اصحابي المدرسه طبعا معايا. يعني احلى تعليق جالك على السوشيال ميديا ايه؟ احلى تعليق جالك على السوشيال ميديا؟ هنسيبك بقى احلى تعليق تفكر فيه واروح لك. قول لي النهارده طموحنا فين في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله العب بطوله اولمبياد. مين مثلك اعلى في تنس طاوله؟ كابتن سيد لاشين. اشمعنى كابتن سيد لاشين؟ لا اكيد اكيد يا جماعه، طبعا انا مقدر بحجم واسطوره كابتن سيد لاشين، واكيد هو فعلا هو الهيرو للتنس طاوله، اسطوره كبيره جدا في عالم التنس طاوله على مدار تاريخ التنس طاوله. لكن فعلا اكيد لازم نساله السؤال ده، اشمعنى اخترت كابتن سيد لاشين؟ عشان انا كنت بتفرج عليه وانا صغير. كنت معجب، يعني معجب بلعبه وكنت بحبه قوي وانا صغير. ف انا شايفه ان هو اجمد واحد في مصر. اجمد واحد في مصر. لعبت مع كابتن سيد لاشين في ملعب واحد؟ يعني رحت اتمرنت معاه وقلت له يا كابتن عايز العب معاك جيم، ولا ما حصلش الموضوع ده؟ ممكن اكون لعبت معاه مره او مرتين تمرين. خلص عليك في التدريب. قول لي بجد والله اتعلمت ايه من كابتن سيد لاشين؟ ازاي ابقى يعني طموحاتي وابقى راجل جوه الماتش ملتزم جوه الماتش. اكيد اكيد الالتزام شيء مهم جدا. اكيد الرياضي الملتزم اكيد الملتزم زي ما كابتن مروان بيقول، اكيد الرياضي الملتزم شيء مهم جدا. مروان قول لي ايه احلى تعليق جالك على السوشيال ميديا؟ انا سبتك تفكر اهو. صح يا احلى تعليق جالي بعد البطوله اللي فاتت دي،
يعني بالاخص يعني ان هو ربنا ما بيضيعش تعب حد. عشان انا قبل البطوله اللي فاتت دي كان مستواي نزل شويه وخسرت بطولتين ورا بعض، خسرت في ادوار بدري، وبطوله الفرق مع النادي الاهلي برضه خسرت. فيعني لما خسرت قلت لا مش هينفع بقى اخسر، انا عايز اكمل، عايز اكسب، عايز ابقى يعني عايز ارجع مروان اللي هو معروف يعني. فبصراحه انا الفتره دي كمان استغليت ان انا كنت اجازه من الجامعه، فالحمد لله كنت بتمرن صبح وبالليل وفيتنس وبتمرن بره وبتمرن في يعني اي وقت كنت بتمرن. لو خرجتك من التنس طاوله وقلت لك هوايتك بره التنس طاوله، هوايتي بره التنس طاوله الكوره. الكوره تشجع كوره؟ انا كنت بلعب كوره وانا صغير اصلا. لعيب كوره كويس؟ والله كنت كويس بس انا فضلت التنس طاوله على الكوره. زعلان قوي انت بتقولها بصراحه. الصراحه يعني انا كبرت صح. زعلان قوي الموضوع. مروان قول لي هوايتك الثانيه ايه غير التنس طاوله؟ انا ما كنتش عايز تلعب، ما طلعتش نجم كبير في التنس طاوله، كنت رحت لعبت ايه؟ كوره برضه. كوره؟ مين لعيب كوره احرف، انت ولا هو؟ اكيد هو. هو صح. يخلص على الموضوع. كلمه اخيره وسريعه الى الاسره الكريمه، تقول لهم ايه وانت نجم كبير النهارده وقاعد قدام الشاشات وقاعد في قناه الاهلي، تقول لهم ايه؟ لا اقول للاسره يعني ربنا يخليكم والله على التعب اللي بتعملوه معايا. بس بقى الكاميرا بقى، انا مالي الكاميرا ايه؟ الكاميرا دي قدامك. اقول للاسره طبعا ربنا يخليكم، طبعا بابا وماما واخويا واختي طبعا والعيله كلها عشان بيتعبوا معايا طبعا، ويعني ما بيقولوليش لا على حاجه، وفي الجامعه معايا و دايما. ماما فلوس ماما تعب صح؟ إيه ماما هو غير الدنيا كده، خلي بالك انا بقول حاجه بس بس يعني الاثنين على بعض بس، فربنا يخليهم ليا يعني، والحمد لله ان هم موجودين يعني. ربنا يخليهم لك، ودايما نجوم وابطال النادي الاهلي وراهم فعلا اسر كتيره جدا بتجري ورا ابطالنا وبتتعب مع ابطالنا، واكيد هم البطل الاساسي والبطل الحقيقي هم اولياء امور هذه هؤلاء اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي. كلمه اخيره، الطموح هنوصل لفين؟ ان شاء الله ميداليه في الاولمبياد. ربنا يكرمك باذن الله. طموحنا اخر كلمه ان شاء الله نفس الطموح يعني، حابب يعني ميداليه في بطوله العالم او الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. اكيد بشكركم كابتن مروان عبد الوهاب. شكرا لحضرتك كابتن مروان جمال، نورتوني وشرفتوني. واكيد نجوم التنس طاوله دائما وابدا متالقين في سماء التنس طاولة على الصعيد الأفريقي والعربي والمحلي والعالمي، وإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا نلاقيهم على منصات التتويج الأولمبية بإذن الله. في آخر حلقة بشكركم وإلى اللقاء.